الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا إن شاء الله بحول الله وقوته في هذه الدورة المباركة سوف نتكلم على نشرح عقيدة السلف. هذه الرسالة مسمت عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام المحدث المفسر شيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، وهو من علماء القرن الرابع والخامس الهجري، فإن ولادته عام 73 و300، ووفاته عام 49 و400. وهذه العقيدة شاملة بين فيها المؤلف رحمه الله عقيدة السلف وأصحاب الحديث في ألوهية الرب وربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وأفاض في توسع في الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، كصفة الكلام وبيان أن القرآن كلام الله، وأطال في هذا وناقش أهل البدع الجهمية من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق وإن القرآن مخلوق، وبيّن أن هذا كفر وضلال. وكذلك صفة النزول بين النصوص في هذا وأنها متواترة في الصحاح والسنن والمسانيد، يجب صفة نزول الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وكذلك صفة الاستواء وصفة الرؤية. هذه الصفات الثلاث اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، ولذلك أفاض فيها المؤلف رحمه الله، وهي صفة الكلام وصفة العلو والاستواء وصفة الاستواء وصفة الرؤية. فهذه الصفات الثلاث هي العلامة الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، ومن اثبتها فهو من أهل السنة، صفة الكلام، صفة العلو، صفة الرؤية، ومن أنكرها فهو من أهل البدع. وكذلك أيضا بين عقيدة أهل السنة في عذاب القبر ونعيمه وفي الجنة والنار وفي الخير والشر وفي المغفول هل هو مغفول بأجله وفي القضاء والقدر وفي الموت، هي عقيدة شاملة. وفي الإيمان عقيدة السنة في الإيمان، وأنه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وبيان عقيدة السنة وجماعة في أنهم لا يكفرون بالدم خلافا للخوارج والمعتزلة. وكذلك أيضا بيان عقيدة السنة الصحابة وأنهم يترضون عنهم ويتولونهم وينزلونهم منازلهم ويتلقون بهم بالعدل والإنصاف على حسب النصوص لا بالهواء والتعصب، خلافا للرافضة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وطعنوا فيهم وعبدوا آل البيت وغلوا فيهم، وخلافا للنواصب الذين نصبوا بالعداوة لآل البيت. وكذلك أيضا بيّن عقيدة السنة في وسوسة الشياطين وفي السحر والسحرة، وأن السحر له حقيقة وله حق خيال، خلافا لمن قال انه ليس في منه حقيقه وانما هو خيال. وبين اداب اصحاب الحديث، وبين علامات اهل البدع وعلامات اهل السنه، فهي عقيده شامله. وبين عواقب العباد ومشيئه الله، بيان الإرادة وأن تنقسم إلى نوعين،
وتكلم عن الخير والشر وعن الهداية وأنه من الله وأحكام الهداية، وبين أن أفعال العباد مخلوقة لله خلاف المعتزلة الذين يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه، وكذلك عقيدة أهل السنة في الحوض والكوثر والشفاعة والبعث بعد الموت، وهو أصل من أصول الإيمان، ومن أنكر البعث فهو كافر إلى القرآن. وموقف السلف من الأخطاء الواردة في إثبات الصفات، وأنهم إذا ثبت الخبر بالنقل في العدول الثقات الضابطين واتصل السند فإنه يعمل به يقبل في العقائد وفي الأعمال وفي كل شيء. لو صح سند الحديث وعدل الثواثق فصل سند الحديث وعدل الثواثق ولم يكن فيه شذوذ ولا علة فإنه مقبول في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي كل شيء. فهي عقيدة السنة والجماعة خلافا لأهل البدع الذين لا يقبلون أخبار الآحاد من المعتزلة وغيرهم، الذين يقولون لا نقبل خبر الآحاد في العقائد، هذا مذهب باطل مخالف لما عليه السنة والجماعة. هي عقيدة شاملة بين فيها المؤلف رحمه الله عقيدة السلف وأصحاب الحديث وفق ما دلت عليه النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة. والآن نبدأ نقرأ من ترجمة المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسبه رحمه الله هو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عامر بن عابد الإسطابوني النيسابوري، الحافظ المفسر المحدث الفقيه الواعظ الملقب بشيخ الإسلام. وأما لفظ الصابوني فقد ذكر السمعاني في كتاب الأنساب. فقد ذكر السمعاني في كتاب الأنساب أنه نسبة إلى عمل الصابون، وقال وبيت كبير بنيسابور الصابونية. هذا أي طبع عندك؟ ما عندي ترجمة عندك فجمة أخرى غير هذا مش صلي عبد العالي دراسة الدكتور ناصر المشجع. عندنا أبو عبد الله نبيل بن صالح السبكي. أي طبع هذا؟ نعم هكذا عندكم معي النسخة هذه؟ هذه طبعة جديدة وهذه على حسب الأكثر الأكثر ما عرفنا أي نسخ. طيب وقال وبيت كبير بنيسابور الصابونية لعل بعض أجدادهم عمل الصابون فعرفوا به. وأما نسبه من جهة أمه فقد ذكر تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى نقلا عن عبد الغافر الفارسي في كتابه السياق في ذيل تاريخ نيسابور أنه المسيح المعم مقول المدني من جهة الأمومة إلى الحنفية والفضلية والسيسانية والقرشية والتميمية والمزنية والضبية من الشعب النازلة إلى الشيخ أبي سعد يحيى بن منصور السلمي الزاهد الأكبر على ما هو مشهور من أنسابهم عند جماعة من العارفين بالأنساب لأنه أبو عثمان إسماعيل بن زين البيت ابنة الشيخ أبي سعد الزاهد لأحمد بن مريم بنت أبي سعد الأكبر الزاهد. حياته رحمه الله ولد في بوشنج من نواحي هرات
النصح من جماد الآخرة سنة 73 من الهجرة. قال عبد الغافر الفارسي: كان أبوه عبد الرحمن أبو نصر من كبار الواعظين بنيسابور، فكتك به لأجل التعصب والمذهب وقتل. وإسماعيل بعد حول سبع سنين وأقعد بمجلس الوعظ مقام أبيه، وحضر أئمة الوقت مجالسه، وأخذ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوفي في تربيته وتهيئة أسبابه، وكان يحضر مجالسه ويثني عليه، وكذلك سائر الأئمة كالأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي والأستاذ الإمام أبي بكر بن فورك، وسائر الأئمة كانوا يحضرون مجلس تذكيره ويتعجبون من كمال ذكائه وعقله وحسن إراده الكلام عربيه وفارسيه وحفظه الأحاديث حتى كبر وبلغ مبلغ الرجال، ولم يزل يرتفع شأنه حتى صار إلى ما صار إليه، وهو في جميع أوقاته مشتغل بكثرة العبادات ووظائف الطاعات، بالغ في العفاف والسداد وخيانة النفس، معروف بحسن الصلاة وطول القنوت واستشعار الهيبة حتى كان يضرب به المثل. ووصفه عبد الغافر بأنه الإمام شيخ الإسلام الخطيب المفسر المحدث الواعظ أوحد وقته في طريقته، وعظ المسلمين في مجالس التذكير 70 سنة، وخطب وصلى في الجامع يعني بنيسابور نحو من 20 سنة. وقال: كان أكثر أهل العصر من المشايخ سماعا وحفظا ونشرا لمسموعاته وتصنيفاته، وجمعا وتحريضا على السماع وإقامة لمجالس الحديث. سمع الحديث بنيسابور وبسرخس وبهرات وبالشام وبالحجاز وبالجبال، وحدث بكثير من البلاد، وأكثر الناس السماع منه. وقد ذكر السيوطي والداودي في كتابيهما طبقات المفسرين، وأورد أنه أقام شهرا في تفسير آية، وهذا يدل على سعة علمه في تفسير القرآن العظيم. وكان الصابوني رحمه الله يحترم الحديث ويهتم بالأساليب، فقد حكى الفقيه أبو سعيد السكري عن بعض من يوثق بقوله من الصالحين أن الصابوني قال: ما رويت خبرا ولا أثرا في المجلس إلا وعندي إسناده، وما دخلت بيت الكتب قط إلا على طهارة، وما رويت الحديث ولا عقدت المجلس ولا قعدت للتدريس إلا على طهارة. وكان رحمه الله ينظم الشعر أحيانا. قال عبد الغافر الفارسي: من فضائله نظم الشعر على ما يليق بالعلماء من غير مبالغة في تعمق يلحقه بالمنهي، وهذا نموذج من شعره. قال رحمه الله: ما لي أرى الدهر لا يسقو بذي كرم ولا يجود بمعوان ومفضالي، ولا أرى أحدا في الناس مشتريا حسن الثناء بإنعام وإفضالي، صاروا سواسية في لؤمهم شرعا كأنما نسجوا فيه بمنوالي. وقال رحمه الله: إذا لم أصب من مالكم ونوالكم ولم أسل المعروف منكم ولا البر، وكنتم عبيدا للذي أنا عبده، فمن أجل ماذا أتعب البدن الحر. أسرته رحمه الله: له رحمه الله ولدان هما عبد الله أبو نصر، مات في حياة والده في بعض ظهور أذربيجان وهو متوجه إلى الحجاز للحج، والآخر هو عبد الرحمن أبو بكر، سمع أباه بنيسابور وسمع الحديث وأسمعه، وعقد مجلس الإملاء وتولى القضاء لأذربيجان، مات بأصبهان في حدود 500. ومع أن كنية الصابوني أبو عثمان، إلا أني لم أجد له ولدا بهذا الاسم في الكتب التي ترجمت له. وله أخ هو إسحاق بن عبد الرحمن الصابوني أبو يعلى الواعظ، ينوب عنه في الوعظ سمع الحديث بهرات ونيسابور وبغداد. كان مولده 75 للهجرة، ووفاته في ربيع الآخر 55 للهجرة. ويتضح مما سبق أن عائلة إسماعيل الصابوني عائلة علم ومعرفة وإرشاد، حيث كان أبوه من كبار الواعظين، وكان ابنه عبد الرحمن ممن اشتغل بالحديث وتولى القضاء، وكان أخوه إسماعيل إسحاق
ينوب عنه في وعظ الناس وسمع الحديث بعدة نواحي. شيوخه رحمه الله له رحمه طويل عندك الترجمه. أقول أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني عالم مفسر محدث فقيه من السنة والجماعة ونشا في بيت العلم واستلمذ على العلماء وأخذ عنه العلم عدد من التلاميذ وهو من أهل السنة والجماعة ومن العلماء الذين يشار إليهم بالبنان رحمه الله وتغمده برحمته. نعم استند عندك عندي استند نعم بسم الله طويل استند عندك. أخبر نعم طب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك ورحمتك. أخبرنا قاضي القضاة بدمشق نظام الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي إجازة مشافهة قال أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي إجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شفر وأبو عبد الله محمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسيين. قال الأول أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن الحسين بن محمد العراقي سماعا قال أخبرنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي إجازة وقال الثاني أخبرنا أحمد بن عبد الدائم وأخبرنا المحدث تاج الدين محمد بن الحافظ عماد الدين إسماعيل بن محمد بن بردش البعلي في كتابه قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخباز شفاها قال أخبرنا أحمد بن عبد الدائم إجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي قال أخبرنا الخرقي سماعا قال أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني قال حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن فذكره وأخبرنا قاضي القضاة عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن الفراس الحنفي إجازة مشافهة قال أخبرنا محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المنجدي إجازة قال أخبرنا الجمال عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر بسنده قال هذا سند الكتاب إلى المؤلف رحمه الله فالرسالة ثابتة إلى المؤلف رحمه الله والمقصود من ذكر السند حتى يتبين أن ويتحقق طالب العلم أن هذه رسالة مؤلف وأنها ليست منسوبة إليه. وكثير من أهل البدع يشككون في نسبة كثير من المؤلفات إلى العلماء وهي ثابتة لأنهم يريدون ألا تثبت هذه الرسائل المؤلفيها لأجل أن يقعدوا في معتقد السنة والجماعة فهم يشككون تجدون يشككون في رسالة إمام أحمد الرد على الزنادقة بعض المبتدعة في هذا الزمن تقول في ثبوت رسالة الرد على الزنادقة إلا محمد نظر في ثبوت كذا في ثبوت الرسالة في الصلاة لما قد فيها نظر وهكذا فهذا السند والسند الآن يبطل دعواهم ولولا السند كما قال ولولا السند لقال من شاء ما شاء ولهذا قال كثير من المحدثين بيننا وبينكم القواعد وهي الإسناد فالإسناد يبطل دعوى كثير من البدع الذين يقعون في ثبوت الرسائل والعقائد والكتب إلى الأئمة. نعم فهذه الرسالة ثابتة في هذا السند في هذه الأسانيد ثابتة إلى الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني فهي من كلامه رحمه الله. نعم قال
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا ودعوا الناس إليها. وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموهم بركتها في رسالة ابن قسين ويمنها زيادة ويمنها طبعا بركتها ويمنها وكذا نعم. وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها فاستمرتوا وحملهم وحسهم زيادة ابن قسين النسخة هذه نعم. استقرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاستقرار رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار. الله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على الصدق. التوفيق للصواب والصدق والهداية من خلصين. هل عندك الطبعة الأخيرة أصبحتها التوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة نعم. ويجزل علينا المن بالتوفيق بالصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. نعم. المؤلف رحمه الله افتتح هذه الرسالة بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. افتتح بالحمد لله ابتداء بالكتاب العزيز. فإن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه العظيم بالحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء على المحمود بالصفات الاختيارية. الحمد الثناء على المحمود بالصفات الاختيارية. أما الثناء عليه بالصفات الجبلية التي جبل الإنسان عليها فإنه يسمى ثناء، يسمى مدح ولا يسمى حمد. فإذا كان الحمد فإن كان الثناء على الصفات التي الصفات الاختيارية التي يفعلها الموصوف باختياره مع حبه وإجلاله سمي حمدا، وإن كان الثناء عليه بصفاته الجبلية التي جبل عليها فإنه سمى مدح. والحمد أكثر من المدح، ولهذا الحمد لله رب العالمين ولم يقل أمدح الله رب العالمين. الحمد معناه هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله العظيم. فالله تعالى محمود، محمود بصفاته لما له من الصفات العظيمة ولما له من الأسماء الحسنى ولما له من النعم العظيمة على عباده. هو الذي خلقهم ووجدهم من العدم وربهم بنعمه ومن على المؤمنين بالإسلام والإيمان، وهو محمود على صفاته العظيمة ومحمود على أسمائه. وهو سبحانه وتعالى المالك بجميع أنواع المحامد، فأنواع المحامد بجميع أنواعها هي ملك لله، كلها ملك لله وهو مستحق لها سبحانه وتعالى. فله سبحانه وتعالى أنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا، بخلاف الثناء على المحمود بالصفات التي جبل عليها كالأسد
إذا مدحته وقلت إنه قوي وإنه مسؤول الساعدين وأنه قوي، هذا يسمى مدح ولا يسمى حمد، لأن الأسد جبله الله وخلقه الله على هذا، ليس الصفات مجبول عليه كونه قوي وكونه يفترس غيره، فهذه القوة التي أعطاه الله جبل عليها، جبل عليها. بخلاف الإنسان إذا مدح فلان كريم، فلان محسن، فلان يحسن إلى الناس، فلان مقدام شجاع، يقول هذا العادة، هذه صفات اختيارية يفعلها باختيار، يسمى هذا حق. الحمد لله رب العالمين أسس الربوبية لله، الحمد لله، الحمد لله، عل للاستغراق، عل للاستغراق أي أن الله تعالى له جميع أنواع المحارم كلها له سبحانه وتعالى، وهو المالك لها ومستحق لها. لله الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، أعرف المعاني لفظ الله، الله معنى الألوهية أو العبودية على حقه أجمعين، الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما. أصل الله الإله، ثم سهلت الهمزة وضمت الله في الله، الله الله المألوف هو المألوف بالألوهية والعبودية على فقه أجمعين، الله الذي سأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما، فوجد الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والله أعرف المعارف، لفظ الله أعرف المعارف، وتأتي أسماء الله كلها صفات الله كما قال سبحانه وتعالى، يأتي بعدها أسماء الله وصفاته، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء والحسنى. رفض الجلالة يأتي أولا ثم تأتي بعدها الأسماء والصفات، فأعرف المعارف لفظ الجلالة سبحانه وتعالى، ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. وأسماء الله نوعان أو قسم، قسم لا يسمى به إلا الله، الرحمن رب العالمين خالق الخلق مالك الملك، وقسم يسمى به غيره مشترك بالعزيز والرحيم والحي والسميع والبصير والملك، هذه أسماء مشتركة تطلق الله وتطلق على غيره، وقال سبحانه العزيز وقال الملك إني أرسل الرحمة في السماء. وأسماء الله مشتركة تشتمل على معاني، كل اسم يشتمل على صفة، فالله يشتمل على الألوهية، الرحمن صفة الرحمة يشتمل على صفة الرحمة، العليم صفة العلم، القدير صفة القدرة، وهكذا أسماء الله يشتمل على المعاني وعلى الصفات. بخلاف الصفة، صفة العلم لا يشتق منها اسم، قال عالم، وإنما الأسماء تشتمل على الصفات تشتمل على المعاني، كل اسم يشتمل على الصفة وهي مشتقة. رب العالمين يعني الرب من أسماء رب العالمين خاص بالله عز وجل، هو رب العالمين، يعني مربي رب العالمين هو ربيهم بنعمه، هو الذي أوجدهم من العدم ورباهم بنعمه سبحانه وتعالى، فالله هو الرب وغيره المربوب، هو الخالق وغيره المخلوق، وهو المالك وغيره المملوك، وهو المدبر والمدبر، هو رب العالمين، والعالمين كل ما سوى الله، كل ما سوى الله يسمى عالم. فالله تعالى رب المخلوقات كلها، العالمين جميع ما سوى الله يسمى عالم، وأنت واحد من ذلك العالم. فالله تعالى هو رب العالمين، العوالم
السماوات وفي الأراضين وفي البحار وفي الجو، هذه المخلوقات كلها عالم، ما كل ما سوى الله عالم، والله تعالى رب الجميع، الحمد لله رب العالمين. ثم قال والعاقبة للمتقين، العاقبة يعني العاقبة هو يعقب الشيء سيأتي بعده، والمتقين جمع متقي، ومتقي هو الذي اتقى غضب الله وسخطه وناره بالإيمان والتوحيد، المتقون هم المؤمنون الموحدون، سموا متقي لأنه اتقوا غضب الله وسخطه بإيمانهم وتوحيدهم وأدائهم الواجبات وتركهم المحرمات، فصاروا فحقوا هذا الاسم كما قال سبحانه في أول سورة البقرة هدى للمتقين، ثم ذكر عظمه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول المؤلف العاقبة للمتقين، العاقبة الحميدة للمتقين، من اتقى الله ووحده وأخلص العبادة واتقى الشرك واتقى المحرمات وأدى الواجبات فالعاقبة الحميدة له، له في لهم في الدنيا النصر والغلبة والسعيد، وفي الآخرة هم أهل الجنة، هم أهل الجنة وأهل الكرامة الذين رضي الله عنهم وأسكنهم جنة وأحل عليهم رضوانه، فالعاقبة حميدة للمتقين، والمتقين هم موحدون، ثم المتقين لأنهم اتقوا الشرك والمعاصي وأدوا الواجبات، فالعاقبة الحميدة لهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والظفر والسعيد، وفي الآخرة في دخول الجنة والتنعم بذلك كرامته والحصول على رضا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن حمد المؤلف الله سبحانه وتعالى صلى على النبي فقال وصلى الله على محمد، والصلاة صلاة الله على عبده أحسن ما في تفسيرها ما رواه البخاري في صحيح عرب العالية تبعين جديد، قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فأنت تسأل الله صلى الله دعاء، أنت تدعو الله وتسأل الله أن يصلي على نبيه أي يثني عليه في الملأ الأعلى، تسأل ربك أن يثني عليه في الملأ الأعلى، اللهم أثني على عبدك ورسولك محمد في الملأ الأعلى، صلى الله على محمد يعني دعاء على دعاء وسؤال لله أن يثني على عبده محمد في الملأ الأعلى الملائكة وعلى آله، آله أتبعه على دينه، آله أتبعه على دينه، ويدخل في الآل ذريته وقرابته والمؤمنون وأزواجه والصحابة كلهم داخلون في الآل، يدخل في آله أزواجه وذريته وأعمامه المؤمنون والصحابة، ويطلق الآل على الذرية والأقارب، ويطلق ويشمل الأزواج ويشمل أيضا أتبعه على دينه إلى يوم القيامة، كل من تبعه على دينه فهو من آله عليه الصلاة والسلام، والصحابة يقول في ذلك دخول أول. ثم قال وأصحابه الكرام، عطف الأصحاب على الأصحاب على الآل من عطف خاص على العام، فالصحابة تصلى عليهم مرتين، المرة الأولى العموم يقول وعلى آله في الوصف، والمرة الثانية بالخصوص يقول وأصحابه، فكان المؤلف صلى على الأصحاب مرتين، المرة الأولى بقوله وعلى آله يعني يدخل في الآل الصحابة، والمرة الثانية بالخصوص في قوله وأصحاب الكرام الذي اتصفوا بصفة الكرام، والصحابة لا شك أنهم كرام أكرم الناس بعد الأنبياء، من كرمهم أنهم سبقوا إلى الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله وإنفاق أموالهم وبذلوا علمهم ونشروا دين الله وبذلوا أرواحهم دقيق في الجهاد في سبيل الله
وبذلوا أموالهم في صاحب سبيله في أعظم هذا الكرم. الصحابة أكرم الناس بعد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: أما بعد. أما بعد هذه كلمة يؤتى بها للدخول في الموضوع الذي يريد أن يتكلم الإنسان فيه، يؤتى بها للدخول في الموضوع لتفصل ما بين السابق واللاحق. كان المؤلف انتقل من الخطبة إلى الدخول في صلب الموضوع. أما بعد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد في خطبه كثيرة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. اختلف في أول من قال أما بعد، فقيل أول من قالها داود عليه الصلاة والسلام، وقيل أنها من فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه الصلاة والسلام، وقيل أول من قالها قصة الساعي العيادي. وعلى كل حال فأما بعد كان الذي يستعملها في خطبه وفي رسائله. من ذلك لما أنه عليه الصلاة والسلام كتب لملك الروم قال: محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد، السلام على من يتبع الهدى، أما بعد، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إلى آخر الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه وفي رسائله: أما بعد. فينبغي الاستجابة عليه الصلاة والسلام. وبعض الخطباء وبعض الكتاب يقول: وبعد. أما بعد أحسن من وبعد. أما بعد أحسن من وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله مبينا سبب تأليف هذه الرسالة، قال: فإني لما ورثت آمر طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبل نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين. هذا سبب تأليف الرسالة. سبب تأليف الرسالة يقول المؤلف رحمه الله: لما ورد عامر طبرستان وبلاد جيلان وكان متوجها إلى بيت الله الحرام، سأله بعض الإخوان أن يجمع لهم فصولا في أصول الدين، فأجابهم إلى سؤاله. فإذا هذه الرسالة جواب لسؤال، جواب عن سؤال. السؤال موجه ممن؟ السؤال موجه من بعض الإخوان، بعض الإخوان في الدين وجهوا إلى المؤلف أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، وجه إليه بعض الإخوان في الدين سؤال، وقالوا له وطلبوا منه أن يجمع لهم أصولا، أن يجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها أئمة الدين وعلماء المسلمين. فأجابهم وكتب هذه الرسالة، أجابهم إلى سؤال. فإذا سبب تأليف هذه الرسالة أنها جواب لسؤال، جواب لسؤال وجه المؤلف، والذي وجه السؤال للمؤلف عدد من الإخوان، بعض الإخوان لم يبين المؤلف، بعض الإخوان وجهوا إليه السؤال وطلبوا منها أن يجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها أئمة الدين وعلماء المسلمين، فكتب هذه الرسالة رحمه الله، رسالة طويلة وبين فيها معتقد السنة والجماعة في ألوهية الله وفي ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته وفي الإيمان وفي الجنة وفي النار وفي البعث بعد الموت وفي الصحابة وفي الخير والشر إلى غير ذلك. أما قول المؤلف رحمه الله متوجه إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يلاحظ المؤلف رحمه الله قول وزيارة قبره، فإنه لا يشرع شد الرحم إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشرع السفر إلى زيارة القبر بهذه النية، وإنما يشرع المشروع أن يشد الرحم وأن ينوي السفر زيارة بحث للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا وصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في ركعتين زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وضع الطحير،
هذا هو المشروع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مسافات، المسجد الحرام ومسجد بهذا ومسجد الأقصى. فلا تشد الرحل، والحديث رواه الشيخان وغيره، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مسافات، المسجد الحرام ومسجد بهذا ومسجد الأقصى. فالسفر إنما ينشأ لزيارة المسجد النبوي، وينشأ لزيارة المسجد ولزيارة القبر النية فلا بأس. أما أن تكون النية لأجل زيارة القبر فقط فهذا ممنوع، وإنما تكون النية لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر محقق في هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إنه بسط شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على الموضوع في مجموع الفتاوى، وفيه قوله: وما ذكره السائل من الحديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هي موضوعة، لم يروي أحد من أهل السنة المعتمدة شيئا منها، ولم احتج أحد من الأئمة بشيء منها، بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل: زرت قبره صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره عالم المدينة. انتهى. فإذا الأولى أن يقول المؤلف رحمه الله متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى. فإذا سبب تأليف هذه الرسالة كما سبق سؤال وجه المؤلف لأن يجمع لهم أصولا في أصول الدين التي تمسك بها واستمسك بها أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحون، بدأ بالأئمة ثم العلماء ثم السلف، والسلف والصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان بالدين هم صدرها للأمة. وصف المؤلف قال: وهدوا، يعني الذين هداهم الله، ودعوا الناس إليها في كل حين. يقول إن هؤلاء الإخوان سألوني أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين، هذه الأصول استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا هداهم الله، ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا يعني في كل زمان، في كل زمان، في كل زمان لا بد أن يوجد فيه من يقوم بالحق ويظهر الحق ويدعو إلى الحق ويستنشق بالحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ودعوا الناس إليها في كل حين، وله عما يضاهفها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين والمستقيمين. يقول المؤلف رحمه الله: إن هذه الفصول في أصول الدين التي سألني إخواني أن أكتبها لهم، هذه الأصول استمسك بها الأئمة والعلماء والسلف وهداهم الله إليها، ودعوا الناس إليها في كل زمان، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين والمستقيمين. يعني هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء وهؤلاء السلف نهوا عما يضاد أصول الدين، ولا يضاد أصول الدين هي البدع، نهوا عما يضادها يعني من البدع وينافيها، نهوا جملة المؤمنين المصدقين والمستقيمين، لأنهم هم الذين يقبلونها، نهوا المؤمنين ونهوا المصدقين ونهوا المستقيم عما يضاد أصول الدين من البدع والمستفاد، لأنهم هم الذين يقبلون وينتفعون، بخلاف غير المؤمنين فلا يقبلون. وإن كان الدعوة عامة لكل أحد، لكن خص المؤلف رحمه الله جملة المؤمنين المصدقين المستقيم لأنهم هم الذين يقبلون وينتفعون بالنصائح والمواعظ. ولهذا قال: ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المستقيم، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها. والوا في اتباعها يعني والوا المؤمنين في اتباع
هذه الأصول هي الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب المنزلة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان بالصراط والميزان والحوض والجنة والنار والإيمان بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذه الأصول ولو في اتباعها يعني المؤمنون والصديقون ولو في اتباعها يعني من اتبعها وآمن بها ولو جعله وليا وأحبوه وجعله من أحبابهم وعادوا فيها عادوا من خالف هذه الأصول وتنكر لها عادوه وأبغضوه وبدعوا وكفروا من اعتقد غيره بدعوا وكفروا من اعتقد من لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره من لم يؤمن بربوبية الله من لم يؤمن بألوهية الله عادوا وبدعوه وكفروه ثم قال منه أحرزوا لأنفسهم ولمن دعوا إليها بركتها ويمنها وخيرها يعني حصلوا أحرزوا يعني حصلوا وأثبتوا لأنفسهم ولمن دعوا إليها بركتها ويمنها وخيرها يعني حصل لهم البركة وحصل لهم الخير وحصل لهم الفضل والأجر والثواب بسبب إيمانهم بهذه الأصول وموالاتهم عليها ومعاداتهم لمن خالفها فحصلوا على البركة وحصلوا على الخير وحصلوا على الأجر ثم قال الملك وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها أفضوا لما توفاهم الله وانتهت أجالهم قدموا على ما قدموا خير عظيم ووجدوا الثواب وادخر لهم عند الله عز وجل وجدوا ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وجدوا لأنهم حينما دعوا إلى هذا الخير وانتفع الناس بهم فروا لهم مثل وجوده يقولون يوسف من دعا إلى هدى كان له من الخير مثله لمن تبعه لا ينقص ذلك من أجرهم شيء فهؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة وهؤلاء السلف الذين دعوا إلى أصول الدين ودعوا إلى الإيمان بما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يجب اعتقاده من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الخير والشر حصلت لهم بركة هذه الدعوة وخيرها وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها حصل لهم مثل أجورهم مثل أجور من أرشدوه وانتفع بإرشادهم ودعوتهم ولهذا قال المحلف رحمه الله وإرشاد العباد إليها وحملهم حتى إياهم عليها فاستخرت الله تعالى واثقت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار. يقول المؤلف رحمه الله لما سألني هؤلاء الإخوان أن نكتب لهم أصولا في أصول الدين التي سمسك بها الأئمة ودعوا إليها ونهوا عما يضادها وأفضوا إلى الثواب والأجر الذي حصل لهم بسبب نشرهم لدين الله ودعوتهم إلى توحيد الله استخرت الله فالاستخارة مشروعة في الأمور التي قد يشكل فيها يكون فيها إشكال الاستخارة مشروعة الذي يصر على الاستخارة وقال إلى أما أحدكم معنى الحديث أنه إذا هم إذا كان لأحدكم أمر أو معنى فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليدعو يقول اللهم إني أستغفرك بعلمي فأستقدرك من قدرتك وأتوب من قولك العظيم فالاستخارة مشروعة في الأمور التي في الأمر التي يكون فيها إشكال أما الأمور الواضحة فليس فيها استخارة لا تستخير تصلي الجماعة أو لا تصلي لا تستخير في صوم رمضان لا تستخير في دفع الزكاة لا تستخير في الحج إلا يقال العلماء إلا إذا كان الحج
الطريق ليس عامل هو يستحيل أن يحس هذا العمر أو لا يحس. لكن الأمور اللي فيها إشكال تستغفر الله أن تتزوج من آل فلان، تستغفر الله أن تدخل في هذه التجارة مع فلان، لا بأس. المؤلف رحمه الله استخار، بس هل الكتابة الآن فيها إشكال حتى يستخير؟ يكون يكتب يعطيها بالسنة والجماعة، هل فيها إشكال؟ فاستخرت الله تعالى. نعم قد يقال أنه يستخير لأن المؤلفات في العقيدة كثيرة ولأن العلماء كثروا هذا، فهو أشكل عليه الأمر، هل الكتابة في هذا الأمر لها فائدة أو ليست لها فائدة، أو تحت الحاصل لأن العلماء كثروا وكتبوا في هذا الموضوع، فأشكل عليه الأمر، فلهذا قال استخرت الله تعالى. ثم لما استخار ترجح له أن يكتب هذه الرسالة بعد الاستخارة. فالإنسان يستخير بالشيء الذي يشكل عليه ويشاور أيضا، يستشير فعله بعد الاستخارة يكون استشارة أيضا ويمضي بما يشرح صدره له. فإن أشكل عليه الأمر فإن لم يتبين له شيء يعيد الاستخارة ويكررها وهكذا. هو اللي رحمه الله كان أشكل عليه أن يكتب رسالة العقيدة مع أن العلماء صدقوا كفوا وكتبوا مؤلفات، هل يكون رسالة لها فائدة ولا تكون لها فائدة؟ لأن العلماء كفوا وكتبوا، من سبق كتبوا مصائب ومؤلفات، ثم بعد الاستخارة ترجح له أن يكتب، لأن هذه الرسالة مختصرة لمعتقد أهل الحديث وأهل السنة، فهي تلخيص لما كتبه العلماء. فلهذا ترجح للمؤلف رحمه الله بعد الاستخارة أن يكتب هذه الرسالة، لأن الرسائل السابقة تكون طويلة وهذه الرسالة مختصرة، يستطيع طالب العلم أن يحفظها وأن يستوعبها في وقت مجيء. فلهذا ترجح المؤلف رحمه الله الاستخاره، فقال فاستخرت الله تعالى واثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاستخار. هو اختصر هذه العقيده ولخصها من كلام اهل العلم، وبين رحمه الله ايضا الذي حمل على ذلك، فقال رجاء ان ينتفع بهؤلاء الالباب والاصول، رجاء الانتفاع، رجاء ان ينتفع بها، وإذا انتفع بها صار لهم سواجه. فلهذا أقدم المؤلف رحمه الله على هذا الكتاب، رجاء أن ينتفع بها. من الذي ينتفع بها؟ هل كل واحد؟ لا، أولو الألباب والأبصار، أولو الألباب أصحاب العقول، كما قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أصحاب العقول الذين أرشدتهم عقولهم السليمة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وقبول الحق، أولو الألباب هم الذين يتبعون. أما من لم يرد الله هدايته فلا حيلة فيه، من لم يوفق ولا يرزق عقلا سليما ولبا لبا من الألباب التي ترشده الذي يرشده الى قبول الحق. ولهذا قال رجاء ان ينتفع به اولو الالباب والابصار، ثم قال والله سبحانه وتعالى يحقق له. هذا دعاء رحمه الله، دعاء سؤال من الله عز وجل ان يحقق ظنه، لانه يغلب على ظنه انه ينتفع بهذا الرساله. فقال والله سبحانه يحقق الظن ويجبر علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهدايه والاستقامه على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. قال دعاء المؤلف رحمه الله لأن حقق الله ظنه ويدلع عليه المن فيمن عليه بالتوفيق والصواب فيما كتبه، وأن يمن عليه بالصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. ونرجو أن الله تعالى حقق المؤلف ما أراد إن شاء الله.